انت طول عمرك اصلا شعرك فاتح، الباروكه دي برضو اخترتيها فاتحه عشان ده اللون اللي بيليق عليكي؟ بصي، لا هو ده لون يعني شعري، ده لوني انا يعني اصلا، يعني انا مش هو اخترت لون فاتح، لا هو ده لون شعري كده برضو. عشان الناس حبيتك دايما باللون ده؟ لا ده حتى ده لون يعني عملته حتى بعد ما اعتزلت، لا يعني مش هو ده، كان اللي قبل كده كان اغمق سنه، بعد كده انا فتحته شويه اكتر، بس لقيته اوكي يعني مناسب معايا ومع بشرتي وكده، فخليته يعني اللون ده نفسه. يعني اللوك القصير كمان فيكي قمر، ده حلو بجد. طيب اي لايك. قولي لي بقى، لما بداتي تظهري بشعرك، وقولي لي لما بداتي تشوفي اراء الناس على السوشيال ميديا، انا اكيد انت بتتابعي اراء الناس، مركزه قوي مع اراء الناس ولا خلاص انت عملتي اللي انت حباه ومقتنعه بيه؟ لا مركزه يعني. بصي، بيبقى دايما الواحد يعني مش كل الناس هتتفق على اللي انت على حاجه ابدا. مستحيل يعني، مستحيل ترضي الناس، بس هو في الاخر المهم انت تكوني راضيه عن نفسك. لكن انا اكيد بهتم باراء الاخرين، بهتم بالفانز بتوعي ورايهم ايه وكل حاجه. استاذ محمود لما شافك باللوك القمر ده قال لك ايه؟ لا هو حابب كل حاجة. الحمد لله يعني. طمنينا على صحته وأخباره إيه؟ والله هو الحمد لله، يعني أقدر أقول إلى حد ما يعني صحته مستقرة الحمد لله، وربنا إن شاء الله يعني يعفو عنه إن شاء الله. نورتينا في